مدينة زويل إن شاء الله بنهاية هذا الشهر هتحصل على الاعتماد الدولي لأربع برامج فيها، على الرغم من أول دفعة اتخرجت من البرامج دي عندنا كانت 17-18 ورحلة الاعتماد استمرت 5 سنوات من العمل المضني والتخطيط حتى نصل لاعتماد دولي من أكبر هيئة على مستوى العالم في برامج العلوم والهندسة. كنا نحن نخش في تصنيف تايمز ونخش في تصنيف كيو اس ونخش بمرتبة عالية، ده في حد ذاته حدث. ولنا مزيد من الحديث هستأذن بقى حضرتك هتصطحبنا هنطلع فوق ونكمل الكلام، لان انا عندي كم افكار كتير واسئلة كتير جدا انا مهتم وداعم، واتمنى اتمنى اتمنى وده هيبقى جزء من الاسئلة ان احنا نشوف الكل بيدعم المدينة دي. طبعا ده شكلها المصغر يعني ولا ايه، فالكل يدعم دي علشان فعلا دي لازم تبقى القاطرة المعرفية بتاعت بلدنا. أهلا وسهلا اصطحبنا يا فندم بعد إذن حضرتك. أهلا وسهلا. أهلا يا فندم. أهلا وسهلا.